السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في حلقة خاصة من برنامج مع هيكل. أستاذ هيكل أهلا وسهلا. صباح الخير. جرت العادة في هذا البرنامج أن نقدم حلقة خاصة بين كل مجموعة وأخرى، بمعنى أن الأستاذ هيكل خصص زهاء 20 حلقة لأيام يوليو، وابتداء من الخميس المقبل بإذن الله سيشرع في سلسلة جديدة بعنوان الولادة العسيرة. أردنا بين هذين المجموعتين أن تكون لنا هذه الحلقة الخاصة إطلالة على الشأن الجاري، لنطلع على بعض الملفات الساخنة في الساحتين العربية والدولية. سنخصص بالتحديد التحليل لثلاث ملفات هي إيران والعراق وفلسطين. أستاذ هيكل، قبل أن نفتح هذه الملفات الثلاثة، إذا أردنا أن ننطلق من نظرة بانورامية عامة، ما الذي يمكن أن يقال؟ بعد إذنك، أنا وأنا جاي كنت بفكر في، عارف أنك هتبتدي تتكلم في الملفات الساخنة، وكنت بتصور أفضلية أن نضع شبه خريطة، شبه حاجة، ساحة نحدد عليها المواقع، لأن القضايا اللي أنت أشرت لها هي بحق هي القضايا الساخنة، لكنه جنب القضايا الساخنة أنت محتاج تطلع على المشهد بسرعة جدا. عايز أقول لك إن وأنا جاي افتكرت حادثة أو واقعة غريبة أوي، أتصور إنها معبرة جدا عما يجري. في يوم من الأيام قريب كان عندي ضيفي في بيتي في الريف رئيس القسم الدولي في التايمز السابق، وكنا قاعدين بنشوف فيلم، وتصادف انه فيلم بوليسي وكان كل مشاهد الرعب موجودة فيه، وهو كان قاعد شوية، هو راجل كبير شوية، وهو راجل عنده تجربة طويلة سياسية ودولية وادبية حتى عنده، لانه من عائلة هاتشكنز، عائلة مشهورة قوي في التاريخ الادبي الانجليزي. فهو قاعد وكنا بنشوف الفيلم البوليسي، بعد ما خلصنا كلام طول النهار قاعدين بنتكلم احنا في الريف يعني. فهو الفيلم البوليسي فيه واحد هيقتل حد، وباين كده ان في حد مستخبي ورا ركن، وفي واحد متربص، وفي واحد بيتآمر، وفي واحد هينقضه ويقتل، في حادثه عربيه جايه بسرعه. فهو فجاه كده احنا في وسط القعده واحنا بنتفرج على الفيلم، راح واقف كده وقال لي بيخوفونا ليه بيخوفونا؟ انا بصراحه خايف، العالم اللي احنا فيه ده خايف. اقفل التلفزيون. فقفلنا التلفزيون واستريحت. لكن مصيبه الكبرى ان انا حاسس ان المشهد العام السياسي اللي حاولنا كله اشبه ما يكون بروايه بوليسيه، لكنه الكارثه ان احنا لا نستطيع ان نغلق جهاز تلفزيون لان احنا عايشين فيه، احنا نحن الضحايا ونحن الابطال ونحن القاتلين واللي انت عايزه. انا وانا جاي بحبيت احط قدامك 7 مشاهد، وانا هترجاك تاخد ورقه، انا هقولهم لك على طول كده مرتبين، لانه اول حاجه انه هذه المنطقه اصبحت اشبه ما تكون بنعيد التاريخ، المساله الشرقيه تعود ورجل اوروبا المريض العثماني، الدوله العثمانيه اللي كانت رجل اوروبا المريض، نحن اصبحنا منطقه العالم العربي اصبحت الرجل المريض في العالم. نمره 2 انه هذه المنطقه وضعت رهانها كله على امريكا، وقد خسرت هذا الرهان، لكنها تتصرف كما يتصرف اي مقامر خاسر لا يريد ان يترك المائده، وصاحب الكازينو مش راضي يسلفه، خلاص تاني لانه استنفد ارصدته وبدا يتخانق وبدا يحاولوا يطلعوه من الكازينو. الحاجه الثانيه، انا على فكره عمري ما لعبت يعني، دخلت كازينوهات اتفرج عليها لكن عمري ما لعبت ولا اعرف العب طاوله حتى. الحاجة الثانية انه الحاجة الثالثة ان احنا اهملنا محيطنا كله، اهملنا شرقا وغربا، بينما هناك القوى النامية اللي طالعة في العالم، بمعنى ان احنا اهملنا اوروبا الغربية كلها او اوروبا كلها لما قلنا رهنا على امريكا، اهملنا اسيا وهي صاعدة الهند والصين لما قلنا ان رهنا كله على امريكا. الحاجة الرابعة انه القوى المحيطة في الاقليم بقت كلها بالاقليم العربي، بقت كلها اقوى من الاقليم، من العرب، من العالم العربي، بالتحديد بتكلم على ايران، على اسرائيل، على تركيا. الحاجة الخامسة ان احنا مع الاسف الشديد ماشيين على طرق او موجودين في صحراء لا فيها قمر ولا فيها نجم قطبي، لا في قمر يعبر عن فكرة مضيئة تلهم، ولا في نجم قطبي، في حد في المنطقه، رجل في المنطقه او زعيم في المنطقه يشار اليه ويتبع او على الاقل ينظر اليه في الملمات. الحاجه السادسه
انه مع ضعف الدولة العربية في حالة الانحلال الموجودة كلها، دخلنا في المرحلة اللي بيسميها هوبز، اهم اساسات تاريخ الفلسفة السياسية الانجليزية، اللي هي حالة الكل في حرب مع الكل، لانه في غياب الدولة تضيع عندما تختل اوضاع مجتمع وتسقط سلطة الدولة او تهتز سلطة الدولة، يبقى كل المتوافق عليه في المجتمع بين اطرافه وقع وبقيت خلافاته، فتبقى حرب الكل ضد الكل. الحاجة الاخيرة انه في هذه الصورة الصعبة انه اسرائيل وهي الخصم اللي احنا بنواجهه، سواء سميناه الخصم سواء العدو سميناه اي حي تسمية، هي الطرف القادر على اتصال بكل الاطراف اللي احنا اهملناها وبكل الافكار اللي احنا لم نقبلها او ما لم نتصورها وبكل العصور اللي احنا رافضين نخش فيها. انا حبيت احط قدامك النقط السبعه دي وانا تحت امرك. جيد، على الاقل انه فيها موضوع ايران واسرائيل وهو ايران بالتحديد طبعا، وبدايتنا ستكون مع ايران. استاذ هيثم، مثل ما عنونت بعض الصحف اخيرا فعلتها ايران بعد كل التهديدات والاخذ والرد، اعلنت توصلها الى تخصيب اليورانيوم وضج حول هذا الموضوع. برايك اي اثر سيكون لهذه الخطوه؟ انا بعتقد انه ايران الثوره الايرانيه من اول يوم كانت حاسه انها مستهدفه، ونواجه الحقيقه انه الثوره اللي حصلت في ايران هي كانت اكبر تغيير استراتيجي جرى في المنطقه في الجزء الاخير من القرن العشرين. وبعدين فهي مستهدفه، وبعدين حرض الاقليم عليها فكانت حاسه باستمرارها بخطر، وزي اي دوله بدات تسعى للخيار النووي. انا في الفتره الاخيره مقابل ثلاث ناس لهم علاقه جدا بهذا الملف. انا مقابل الدكتور البرادعي مرتين في الفتره الاخيره، مقابل محمد خاتمي لمده عده ساعات في الفتره الاخيره، مقابل كوفي عنان سكرتير عام الامم المتحده مرتين على الاقل في الفتره الاخيره. الموقف في ايران انا بعتقد الايرانيين لعبوا اوراقهم بذكاء شديد جدا. يعني انا سمعت من مش بلاش ده نحدد اسماء حد بقى بالتحديد في هذا اللحظه، لكن كان واضح ان الايرانيين مصممين على ان يحققوا هدف التخصيب. والقضيه هنا كان في قضيتين، قضيه ان ايران تسعى الى امتلاك قوه تردع اخرين عن المساس بها، وفي اخرين عاوزين ينوعها بكل وسيله من حاجتين. اول حاجه المعرفه، لانه المعرفه هي العالم، المعرفة هي المستقبل وهي العصر وهي الزمن، فهو عاوز يمنعها وده قالوها. الحاجة الثانية انه في رغبة في تغيير النظام، ولما حد يدرس تصرفات الرئيس الامريكي بوش والادارة الامريكية كلها يعتقدوا انه فعلا هذا هو الهدف الموجود. فالنظام هنا انا بعتقد انه واحد لم يخفي نواياه، قال من الاول انا اسعى الى هذا وبسعى الى المعرفة ولا اسعى الى الاسلحة. ولكن الاسرائيليين كانوا بيعرفوا اكثر من اي حد تاني، وهم اكثر عنصر ملح في هذه المساله، كانوا بيعرفوا اكثر من حد تاني انه ليس هناك هذا الفاصل الكبير بين المعرفه وبين الاسلحه، وبالتالي كانوا بيحاولوا يمنعهم. لكن ايران استطاعت ان تستفيد فائده مهوله جدا من ظرف ناشئ في العالم كله، والامريكان في جرت حكاية 11 سبتمبر بصرف النظر عنها حاجة تانية، وفاة العالم في لحظة سياسية ليست لها قواعد، لأنه لما يفاجئ الناس بحدث كبير جدا في السياسة الدولية على النحو الذي جرى في 11 سبتمبر بصرف النظر عن مين ايه وازاي وكيف كان، هذا حدث متغير. لكن اللي حصل ان امريكا انشغلت بيه وانشغلت بأعقابه، وحاولت في أفغانستان تضرب في أفغانستان ثم ضربت، وحاولت في العراق ثم ضربت. وفي فترة الانشغال الإيرانيين لعبوا أوقات أوراقهم بذكاء، وكل الناس اللي شفتهم كانوا بيقولوا لي من الأطراف الدولية إنه إيران تسعى إلى كسب الوقت. أمريكا ترى إن إيران تسعى إلى كسب الوقت وهي قلقة، ولكن مش قادرة تعمل حاجة لأنها مشغولة في أشياء أخرى. إسرائيل في هذه الفترة لم تفعل شيئاً إلا أن ركزت على إيران. الحاجة الغريبة وأنا قلتها يمكن مرة قبل كده، إنه على سبيل ليس هناك سياسي إسرائيلي.
راح في اي مكان وتحدث او جات الفرصة تحدث مباشرة مع زعيم عربي الا ولمس الموضوع الايراني كالموضوع الاولوية الاولى، وهم كانوا بيحسوا ان ايران في وضع افضل لانها واحد عندها الموارد، اثنين عندها الاستقلالية القرار الى حد ما، ونمر الثلاثة عندها الكادر الانساني اللي تقدر فيه وقد استفادت من تجارب اخرى طبعا لسه. لكن هي حاولت ان تكسب الوقت وحاولت استغلت وقت كويس قوي وحصلت على يعني حاجه غريبه. يعني الدكتور عبد القادر خان على سبيل المثال في الفتره الاخيره فرض عليه ان يرى او يخضع لعمليه استجواب بواسطه خبراء من السي اي اي ليل نهار لكي يعرفوا ماذا اعطى لايران بالظبط. فاحنا ايران هنا دخلت في موضوع ايران استطاعت ان تمارس ارادة معينة واستطاعت ان تحدث اختراق معين. لكن في هذه اللحظة انا بعتقد ان ايران مهددة. مهددة لكنه تهديد في اعتقادي مكلف جدا. تهديد يحتاج الى في عوامل في دوافع كتير تدعو امريكا وتدعو على الاقل امريكا الى الضرب. وفي عوامل تدعو الى التبهل. الحاجه الاولانيه اللي تدعو للضرب انه الضغط الاسرائيلي. اسرائيل لا تطيق ان تشاركها دوله اخرى في المعرفه النوويه. فضلا عن السلاح وهذه قضيه اخرى. وامريكا في نفس الشيء، لكن امريكا حاولت كل الوسائل النفسيه لكي تعطل، لكنه هذه الوسائل النفسيه لم تنجح. احنا ما احنا بنشوف شوية مناورات عملتها ايران وطلعت بالصواريخ وعملت استعراضات وكنا وقفنا نتكلم عليها، لكن نسينا انه قبلها بالظبط الاسطول الامريكي في الخليج عمل اكبر مناورات وعملها حية وزي ما بيقولوا كأنها فوق الكتف. فعمل مناورات حية والايرانيين حبوا يردوا عليها، وايران تدرك ان عندها وسائل للدفاع عن نفسها. فامريكا هنا انا بعتقد ان الخوف الاكبر في هذا الموضوع هو العنصر الاسرائيلي، لانه هو ده يعني هل تعتقد استاذ هيكل بان ربما ايران استفادت من تجربه الرئيس السابق صدام حسين، بمعنى انها لم تشا ان 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 تدخل في مواجهات حاده الا بعد ان اعلنت انها توصلت، بمعنى انها لم تطلق تصريحات ناريه او مخيفه على الاقل بدرجه معينه الى ان اعلنت الان، بمعنى الان هي تعتبر الى حد كبير محميه او محصنه، يعني خيرت النموذج الكوري الشمالي على غيره من النماذج. انا بعتقد ان الايرانيين لعبوا ورقهم بذكاء، وانه هم الحاجه الاساسيه فيها انهم لم يحدث في اي وقت من الاوقات انهم اخفوا نواياهم. هو الخطر باستمرار عند الاطراف في السياسه الدوليه، الناس يقولوا نوايا اكبر من قدرتهم. لكن اللي قدروا الايرانيين يعملوه، وانا ده نقطه لابد ان تسجل لهم، انهم قالوا نوايا اعلنوا عنها بطرق مختلفه وبلهجات ونبرات متفاوته بين القوه والهدوء الى اخره. يعني في وقت خاتمي كان في هدوء في الكلام، في وقت رفسنجاني كان في تعبير بطريقه اخرى، في وقت احمد نجاد في تعبير بطريقه اخرى، لكنه هم لم يخفوا نواياهم. والاهم من ده انه في حد استطاع ان يجعل ما يحققه قريبا من نواياه والنوايا المعلنه، وهو ده العنصر اللي بعتقد اللي بيدي منطق الاخلاق جنب منطق القدره. وانا بعتقد انه الايرانيين حتى هذه اللحظه لعبوا اوراقهم بذكاء، لكنه نحن مقبلين على مرحله في منتهى الصعوبه. الكل يقول او على الاقل واشنطن وموسكو وغيرها بانها خطوه في الاتجاه الخاطئ. هل يمكن ان تكون او ما هي مواصفات ان تكون خطوه في الاتجاه الصحيح على الاقل بالنسبه لايران؟ شوف، تعال اقول اولا الاتجاه الخاطئ، ان الاتجاه الخاطئ انك انت تفعل ما يحرمه عليك القانون، ده خطا. ان تفعل ما تحرمه عليك ضرورات امنك. انت مرتبط، كل دوله في العالم مرتبطه بعده اشياء. الحاجه الاولانيه القانون العام اللي بيحكم العالم، ميثاق الامم المتحده وما يتصل به. الحاجه الثانيه ضرورات امنك. الحاجه الثالثه طموحاتك الطبيعيه. هنا في علم المستقبل، الطاقه النوويه علم المستقبل، احنا جربنا واحنا حاولنا بصرف النظر مش عاوز اتكلم فيها، لكنه الايرانيين وهو منطق طبيعي جدا، ناس تحت
واحد، هذا علم العصر، والدول كلها تعمل في التخصيب. اذا حبيت اعد الدول اللي بتعمل في التخصيب كلها، فانت قدامك على اقل تقدير ما بين 12 الى 14 دولة في هذه اللحظة تعمل بالتخصيب. لكن انت راغب، في حد راغب في الدنيا ان يقول لي والله هذا العلم مسموح لك به وهذا العلم محجوبا عنك؟ ما ينفعش، صعب. فان ناحية العلم مسألة مهمة، ان تعيش عصرك. الحاجة الثانية انه هذا بلد مهدد، هذا بلد جيرانه، انا يعني ازعل قوي او زعلان قوي ان لا يبدو ان انا بدافع بس عن ايران يعني. لكن هذا بلد جيرانه من اول يوم حاولوا غزوه مش بس العراق. انا عايز اقول لك ان احنا رتبنا مرات، بعض الاطراف العربيه رتبت مرات لعمليات غزو ايران من شبه الجزيره العربيه، من الطرف الجنوبي لشبه الجزيره العربيه، ورتبوا مع قبائل، وراحت قوات تستعد للعبور عشان تخش في حرب عصابات مع قبائل، ودفعت مبالغ، وراحت اطراف تنتظر ضباط الاتصال، ثم لم يظهر احد على الجانب الايراني. فهذا بلد انت مهدد، بجيرانه بيهددوه، وبعدين والمحيط الدولي حواليه صعب، وعنده اسرائيل ترغب في احتكار نوع من المعرفة. انا هنا عنده المبرر الامني كله، وبعد المبرر العلمي انه يقف وانه يحاول يوصل. والحاجة الثالثة انه ها الطاقة كلنا عارفين، كل الناس عارفة ان الطاقة لها اجل محدد، طاقة البترول لها اجل محدد، وانه العالم كله بيبحث عن بدائل، وانه اهم البدائل الموجودة في هذه اللحظة هي الطاقة النووية. حتى لو كان ايران عندها طاقة نووية، اي دولة عندها موارد بترولية، ليس هناك ما يمنعها لضرورات مستقبلها اذا كانت تتكلم جد انها تدور على مصادر طاقة بديلة. فهنا انا لا اتصور انه عملوا حاجه خطا، انا بتصور انه هذا كان حقا بكل مقاييس اللي ممكن تضعها لكي تحدد موقف الطرف وتحكم عليه. ولكن هل ما فعلته ايران يعتبر مكسب للمنطقه، او ما يسمى احيانا في ادبيات السياسه الحديثه هو الممانعه؟ البعض يعتبر بان مجرد توصل ايران لهذا المكسب سيعتبر اوتوماتيكيا مكسب للمسلمين وسيعزز موقفهم في الساحه الدوليه. البعض الاخر يعتبر بان حسابات ايران هي حسابات ايرانيه بحته. عايز اقول لك في بعض المجالات العنصر الاعتبار الوطني يظل دائما هو العنصر الحاكم. احنا مولنا العالم العربي الاسلامي، مول القنبله النوويه الباكستانيه، وهي قنبله مش تخصيب، يعني بعد التخصيب تجاوزوا تخصيب القنبله. عايز اقول انه ايه؟ انه من ناحية معينة كل اختراق من هذا النوع هو مكسب بالدرجة الاولى وطني، لانه محدش بيدي يتبرع باسرار اهم حاجة، اهم سلاح موجود في العالم. محدش، احنا مرات اتكلمنا مع الصينيين، والصينيين كانوا سابقين، والصينيين قالوا لنا بوضوح سنة قبل حرب سنة 73، قالوا للليبيين، قالوا لعقيد معمر قذافي، قالوا له الأسرار النووية ببساطة ليست البيع بين الدول، فعليكم أن تبحثوا، وإحنا ممكن نساعد في العلم، نساعد. لكن كل طرف يحصل على سبب من أسباب القوة الهائلة يحتفظ بها نفسه، لكن يبقى فهذا واحد مكسب لإيران، وهو لحد النهاردة تخصيب، ما عشان لسه القنبلة قدامها فترة يعني. لكن على فرض إنهم عاوزين يعني، لكن كل طرف يكسب بما يصنع، والاعتماد على الاخرين دي قنبله اسلاميه وقنبله عربيه وتنفعنا لا مش هيحصل. بدأ القنبله الباكستانيه قدامي وما عملش حاجه، ولا احنا اللي مولينها. لكن يبقى مساله مهمه قوي اعتبرها فائدتها في ناحيتي، ان انا لا ارغب ولا اتصور انه اي حد عربي حقيقه ممكن يرغب في انه تظل دوله واحده في المنطقه عندها احتكار القوى النوويه. من هذه الزاويه انا بقول انه ايران مهمة جدا في انه كسرت احتكار اسرائيل النووي ولا اكثر. وبعدين انا ايضا اقول انه في يوم من الايام لابد لنا ان نطالب بشيوع هذه المعرفة، وان نحاول مش شيوعها، لان احنا سهل قوي المنطق اللي احنا بنعتمده ان احنا نروح نحاول نشتري اشياء، في اشياء لا تشترى، او نحاول نحصل بالصداقة على اشياء، في اشياء ما يديهاش صديق لصديقه، في حاجات متعلقة بالحياة والموت ولا بد ان اصحابها هم اللي يعملوها. قبل ان نغلق الملف الايراني، هل الخيار العسكري ضد ايران خيار قائم
فعلا الخيارات انا اعتقادي يعني، وانا احنا في موقف معلقين فيه، كل حاجه فيه معلقه في الهواء. انا بعتقد ان الخيار العسكري وارد، او انواع من الخيار العسكري وارده. اول حاجه في الخيارات، خد الخيارات الامريكيه. الخيارات الامريكيه، واحد امريكا بتجيبش العراق، ما عنديش قواعد عربيه محيطه بيها زي ما حصل في العراق، فهي بعيد عن القوات البريه. نمره اتنين انه امريكا ليست لديها قوات بريه. نمره ثلاثة انه الضرب بالطيران من بعيد، حتى يعني انا شايف تقارير بتقول انه اذا اراد الامريكان ان يقوموا بدورة ضربة جوية قادرة وناجعة، فلا بد لهم ان يضربوا 400 هدف في نفس اللحظة، لانه لازم تضرب المشاة وتضرب ايضا الوسائل اللي ممكن ايران تعمل بيها الضربة الثانية او الرد الثاني، وهي عندها وسائل للرد الثاني. فانت قدامك 400 هدف، هذه مسألة صعبة جدا، جنب انك انت لن تقدر ببساطة انك تستعمل قواعد موجودة او فاسيلي او تسهيلات موجودة في البلاد العربية او موجودة في العراق او موجودة في افغانستان، لانها خطرة جدا الحاجة. ولذلك حتى حلفاء امريكا بينصحوا ضد خيار عسكري امريكي، والانجليز هنا متقدمين بخطط. لو تلاحظ ان الانجليز بدوا يتحركوا من واقع الامر، ان الخيارات العسكريه ضد ايران بدات فعلا، بدات من بدري، بمعنى ان انا وانت بنعرف ان في قوات متسللين متداخلين دخلوا جوه فعلا في حدود ايرانيه، وبعرف تعرف ان في اتصالات مع القبائل الايرانيه، مع الازارز ومع البختياريز والبلوشيز، وانهم اكشوالي بيدفعوا فلوس. ف مبادئ الانجليز بيقترحوا العمل من الداخل، انك تهز اركان النظام، خصوصا انه كان في لابد سلم ان الاحوال الداخليه في ايران قبل التعبئه الشامله في الموضوع النووي لم تكن على افضل حال. وهنا الموضوع النووي جاء اخذ الناس كلهم بدعوه مهمه جدا، لكن اسباب الضعف موجوده، فالانجليز بيحاولوا يستغلوا، ونشوف اللي حصل في الاهواز. وفي مقابله الايرانيين بيحاولوا يضربوا في البصره، بيحاولوا يعملوا نشاط في البصره. ف واقع الامر انه لعبه العمل العسكري ضد ايران ابتدت. اشرت استاذ هيكل بان ايران ادارت هذا الموضوع بكثير من الذكاء وباستعمال حتى هذه اللحظه باستعمال حكيم لعنصر الوقت. تعاونها في موضوع افغانستان وتعاونها في موضوع العراق، وهنا ندخل الى موضوع العراق حتى نتحدث عن الدور الايراني في العراق، هل تعتقد بأنه كان الكل لخدمة هذا الهدف، بمعنى أنها أبدت من التجاوب بين قوسين إلى حد ما مع المشروع الأمريكي في العراق، وسهلت العملية السياسية حتى تكسب الوقت، والآن بإمكانها أن تتمرد أيضا بين قوسين على هذا الدور بعد أن توصلت إلى ما أرادت إليه؟ قد أختلف معك قليلا جدا في الدور الإيراني في هذا. على سبيل المثال ايران ما كانش، ايران كانت راغبه في غزو امريكي العراق، ايران كانت راغبه لانها لا تريد قوات امريكيه في هذا الجوار. نحن الذين اعطينا للامريكا قواعد العمل في العراق، مظبوط؟ مش ايران، ايران وتركيا الحاجه غريبه جدا، دولتين الجوار العربيتين رفضتا، لكن كل الدول العربيه بدون استثناء تقريبا، بدون استثناء، تعاونت على نحو او اخر بدرجه او اخرى. فايران في هنا لم تتعاون وما كانش عايزه قوات امريكيه، لكن اما وقد وجدت ان في قوات امريكيه، احنا باستمرار السياسه الدوليه بتعمل ايه؟ انت بتلاقي خطر تحاول تردعه، فاذا هذا الخطر اقترب منك فانت تحاول ان ترى كيف تحرجه، فاذا وجدت انك انت قادر تحرجه فانت تستطيع كيف تستطيع ان تطوعه لمصالحك. وانا بعتقد انه ده اللي عملوه الايرانيين، بمعنى انه هم ما كانوش متحمسين للغزو، اما وقد نزل الامريكان في العراق فقد، والاول بقوا متضايقين هم، واكتشفوا حدود القوه الامريكيه في العراق، بدوا يعتبروا انهم في امكانهم ان يحولوا هذه القوه الى اداه في ايدهم. وانه في مره من المرات، يعني انا اعلم انه من ساعتين فكروا الامريكان في وقت الانتخابات، فكروا يضربوا في ايران ضربه جويه، وببساطه قال لهم ببساطه كده عن طريق وسيط انا بعرفه دوري وراح عن طريق الامم المتحده، قالوا لهم انه معنى الاقتراب من ضرب ايران انه احنا في كل يوم في ما بين 700 الى 1000 امريكاني هتخطفوا من القوات،
وصرف النظر عن هذا. فهي انا عايز اقول انك انت في السياسه الدوليه في اخطاء يرتكبها اخرين وانت تستفيد منها، انت لم تخطط لاخطاء اخرين، انت تخطط لما تفعله، لكن ما تشترط الطرف الاخر بيعمل ازاي، لكن لما يخطئ انت تعلم اذا كنت واعي كيف تستفيد منها، واظن ده اللي حصل. ولكن هل تجاوز الدور الايراني في العراق مجرد التعاطي بهذه الطريقه مع الامريكان، ام تحول الان تدريجيا الى دور ايراني واضح في ترتيب مستقبل العراق؟ انت عاوز اقول لك حاجه، هل انا استطيع، هل تستطيع كل دوله، على فكره كل دوله لها عده حدود، انا عندي كل بلد في العالم في الدنيا كلها هناك حدود امن، وهناك حدود سياسيه، اولا عندي حدود سياسيه مرسومه على خرائط، هناك حدود امن، وهناك حدود مصالح، وهناك حدود نفوذ. العراق زي العراق دخلت تحارب ايران لاعتقادها انه ايران بتاثر عليها، جزء من الاعتبارات صدام حسين وهو يدخل في الحرب مع ايران انه في تاثير. عايز اقول ان التاثيرات بين دول الجوار تاثيرات متبادله، ما فيش حدود الاوطان ليست شققا مغلقه على ساكنيها. انا ما يجري في جواري مهم جدا بالنسبه لي بالنسبه لامني، وما يجري لما بعد جواري اليس غريبا؟ وانت بتتكلم على اسرائيل النهارده، اسرائيل واخده، انا قريت مقاله واحد بيتكلم بيقول فيها اسرائيل الناصريه، بتقول انه نظريه عبد الناصر في الدوائر الامن الثلاثه تتبناها اسرائيل، فبقى في عندهم دائره محيطه ودائره الاوسع في اسيا ودائره الى اخره. فانت الدول كل دولة إيران تتحرك، لما تتحرك في إيران تتحرك في حدود المصالح المقبولة في عالم الدول، مفيش جوار. أما تيجي أنا فخد في مصالحنا في مصر، هل أستطيع أنا أن أغفل ما يجري في السودان؟ حد يقول لي والله إذا تواجدت في السودان يقول لمصلحتك، بتواجد لمصلحتي صحيح، لأنه في فرق بين حدود السياسية، حدود الأمني، حدود نفوذ، حدود مصلحة إلى آخره. ما رأيك فيما يقال للأسف الشديد الآن في العراق، الشيعة والسنة والسنة والشيعة، مفردات لم تكن متداولة في الموضوع العراقي، خاصة عندما يقال بأن الشيعة ولائهم لإيران وبأنهم في العراق أيضا ينفذون أجندة إيرانية. أنا ده يعني أنا أحزنني هذا الكلام، وأنا بقولها بصراحة يعني، لأنه غاب عن بالنا انه الشيعة العرب في ايران في العراق حاربوا في الجيش العراقي قدام ايران ولم يتردد حد. احنا بنعرف كلنا انه الجزء الاساسي في جنود الجيش العراقي من الشيعة، هؤلاء الشيعة حاربوا باوامر سنية اذا حبيت تقول وطنية، حاربوا الوطنية كانت هي العنصر الغلاب، لكن نحن مرات ننسى، ونحن مرات عايز اقول لك ان تقسيم العراق الطائفي ده بدا قدامنا ونحن شاركنا في تنفيذه، بمعنى لما فرضت مناطق الحظر الجوي على العراق وبقى في جنوب لا تطير فوق قوات عراقيه وشمال، ومن ارضنا كل هذا يجري ويمارس، وتركيا استعادت في هذا كمان، هذا التقسيم الطائفي اللي احنا شايفينه النهارده حصل فيه تكملة. انه هو ده بدا في هذه اللحظه، لكنه الموقف اللي بقى في العراق واللي بيستغل هذا التقسيم الطائفي بهذا الشكل وبهذه الحدة صنعه الاحتلال. انا عارف انه في اسباب، ما حدش يقدر يختلق شيء من لا شيء، انا عارف ان في اسباب باستمرار في خطوط على الارض، ظلال على الارض، لكن يتوقف علينا احنا اذا كنا نحول هذه الخطوط الى 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 خنادق حقيقيه، او ان احنا نحاول نردم فوق هذه الخنادق. اللي حاصل نحن شاركنا، الامريكان اولا صنعوا هذا الفلق في وضع عراقي معين احنا كنا عارفينه، وعارفين انه كان فيه خطوط، لكن هذه الخطوط تم الوطنيه والقوميه استطاعت تجاوزهم لوقت طويل قوي، فيما عدا كان في فضل مشكله الاكراد واحنا اخطانا في علاجها بشكل او اخر، في الحركه القوميه يعني، لكنه احنا انا حزين للي اتقال، واعتقد انه الحرب العراقيه الايرانيه تقف شاهد على ان ده ليس صحيحا، لكنه النهارده في واقع موجود في العراق،
وفي امر لابد ان نعالجه ونحن وسائلنا فيه قليل. عايز اقول لك ان العراق عمل حاجه، المقاومه العراقيه بصرف النظر، انا ممكن حد يقول لي بعثيين قدامى، وناس يقول لي مجرمين، ناس يقول لي اسلاميين، ناس يقول لي، عملت حاجه غريبه قوي، عملت حاجه مهوله. وانت بتتكلم في العراق انها تعرف عن مرات يبقى حد ماشي بكامل قوته لكن يتكعبل في حجر، يسقط في حجر. المشروع الامبراطور الامريكي، اهم حاجه بالنسبه لي في اللي جرى في العراق، مش اللي انا شايفه قدامي ده كله، اهم حاجه قدامي مع اسايا لكل المذابح اللي حاصله، مع اسايا للقتلى، مع اسايا كله، اطفال المشردين للبيوت للهدم ده كله، لكنه في حاجه مهمه احنا لا نلتفت لها بالقدر الكافي، وهو ان المشروع الامبراطور الامريكي اللي دخل مستغلا ظروف 11 سبتمبر ودخل بكبرياء وتعالي الى المنطقه غازيا وفاتحا ومنظما ومعيدا ترتيب كل الاوضاع، تعثر في حجر فسقط، وهو ده من اسباب المخوفين. اعتقد انه سقط. انا بتكلم مش القوه الامريكيه، انا بتكلم المشروع، وهنا ده خطر من ناحيتين. المشروع الامبراطور الامريكاني الذي قاده المحافظين الجدد او ما يسمونه بالمحافظين الجدد، والذي اقتنع به الرئيس جورج بوش، ذهب للعراق وهو يتصور انها بدايه الفتح، فاذا به يتعثر في شيء لم يكن متوقعا، واذا به فعلا يحصل له حاجه خطيره جدا. تعرف اخطر اشياء في المشروع الامبراطوريات هو الهيبه، عنصر الهيبه، عنصر تصور القدره، عنصر تصور الفاعليه. عندما يتحرك مشروع امبراطوري وفي خطوته الافتتاحيه الكبرى الاولى يتضح، الناس تبص كده، عارف الطفل اللي صاح زمان صرخ زمان الله، بس ده الامبراطور عريان، امبراطور جالي بكامل هيبته ودخل في عمليه عسكريه تصور فيها انه وصل لبغداد، ثم اذا بنا نفاجئ انه الامبراطور بكامل هيئته كده راح متعثر في حجر وقع على الارض. هو بيحاول يقوم، لكن اللي حصل ان العراق المقاومه في العراق كشفت ثلاث اشياء. الحاجه الاولانيه انها كشفت حدود القوه، لانه رامسفيلد والمجموعات المحيطه به بتتصور كانت حاجه جديده، القوه، القوه شوك اند او اللي كانوا بيتكلموا عليه، ان عندك قدر من القوه الصاعقه تستطيع ان تحقق لك اي هدف بارخص تكاليف باي طريقه. وبالتالي راحوا الامريكان بهذا المنطق وبهذا التفكير، فاذا بيفاجئهم ما لم يكن يتوقعه، وهو يعني بمعايير القوه بسيط جدا، لكن هو فعلا حد تعثر في طريقه فسقط على الارض. اللي حاصل النهارده ان رئيس امريكي بقى في مازق، ان المحافظين الجدد بيتراجعوا، ان التحريض الاسرائيلي على غزو العراق والكلام ده كله بقى في مازق، لكن جت لهم حكايه ايران، وهو ده اللي مخوفني، انه الموضوع الايراني بالموضوع العراقي بقى موجود، وانه الموضوع الايراني قد تتصور اسرائيل انه ممكن يدي دافع جديد لمعركه اكبر بعد التعثر العراقي. ودخلها هنا في احنا قدام عناصر متشابكه، يعني قد بمقدار ما القيد على بوش انه ما يقدرش يعمل عمل عسكري ضد ايران، بمقدار ما في غوايه انه عنده انتخابات تجديد نصف المجلس الشيوخي في اخر السنه دي، عنده فشل حزبه الديمقراطي، مجموعه النيو كونسرفاتيفز، مجموعه النيو كونز فشله، مجموعه العسكريين في 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 غضب في الكونجرس، في احساس بانه الرئيس الامريكي شوف شعبيته وعماله تتدنى. فهنا اللي انا خايف منه هي عقليه المقامر. من الحاجات اللي قلقاني في الموضوع الايراني انه كل اللي خسر او تعثر، اما اقول انه خسر انا هنا مش بتكلم على انه امريكا انهزمت، لسه احنا بعيدين جدا عن هذه النقطة، لكن انا بقول المشروع الامريكي تعثر وسقط على الارض في مشهد مهين، هيحاول يقف، لكن المشكلة ان وسائله محدودة. لكن هنا ايران ممكن قوي تغريه برهان قد يسترد به كل ما ضاع، ويخش في انتخابات ويخش في تاريخ ويخش، خصوصا انا قاري له من كذا يوم تصريح بيقول فيه انه هو قدام ايران قدام فرصه نادره قد يستطيع ان يستغلها، لكنها اذا فاتت لن يستطيع رئيس امريكي بعده ولا ديمقراطي ولا جمهوري ان ينفذها، فانا قدام لحظه خطيره. يعني في
يمكن في النقاط التي النقاط السبعة التي ذكرتها في البداية أشرت في النقطة الخامسة بأن نحن الآن في صحراء لا قمر فيها ولا نجم ممكن فيش نجم قطبي لا فيش ولا نجم قطبي ينير الطريق. البعض اعتبر فوز حركة حماس في الانتخابات الفلسطينية الأخيرة، وهنا ندخل الملف الفلسطيني، اعتبر نوع من أولا هو أول تداول سلمي للسلطة في البلاد العربية في التاريخ الحديث حتى وإن كان تحت الاحتلال، هذه نقطة لابد من الإشارة إليها، ولكن البعض جعله وكأنه جزء من مسلسل التمرد على الهيمنة الأمريكية، امتداد لما هو موجود في أمريكا اللاتينية، لما هو موجود في إيران، لما هو موجود في العراق. اعتبروا فوز حماس وإمساكه بالحكومة الآن جزء من هذا التوجه الجديد. هل ترى الأمر على هذا النحو؟ بلا جدال أنه أنا بعتقد أنه فوز حماس مسألة مهمة جدا، لكنه أنا من أول يوم وأنا ناقشت ده مع أخ خالد مشعل ومع عدد كبير من قادة حماس، وأنا قلق. قلق وهقول لك أول قلق إيه. أنا بعرف وعشان في شخصية دولية معينة ضرب التليفون ليهود أولمرت. انا عارف انه بعض الناس يقولك انت كنت بتسمع يا اخي، لا ما كنتش بتسمع والله، لكن بننسى انه في السياسة الدولية الناس بتحكي وبتتكلم وفي معلومات متداولة لاي صحفي عايز يبقى، لكن في شخصية دولية ضرب التليفون ليهود أولمرت بعد نتائج الانتخابات وقال له ان احنا مدركين انكم عندكم وعاوزين وقت شوية لتحقيق لانشاء وزارة ائتلاف، وانه بس انتوا لابد ان تكونوا جاهزين باستراتيجيه لان الامور لا تقبل الانتظار بهذه الطريقه الى اخره. ففوجئ المتحدث لأولمرت بيقول له ايه؟ بيقول له اي استراتيجيه؟ قال له هتعملوا ايه مع حماس؟ قال له مش هعمل حاجه. قال له باختصار كده، قال له انا مدي نفسي، احنا مدين نفسنا فتره سنه في هذا الموضوع. ونعتقد انه في هذه السنة انه الامر بين الفلسطينيين سوف يتولى تسوية نفسه. نحن لفترة طويلة كنا بنطالب السلطة بنزع سلاح حماس لانه سلاح حماس كان بيزعجنا، لكننا مقبلين على مرحلة نحن نتصور ان السلطة سوف ان حكومة حماس سوف تنزع منها السلطة بواسطة الفلسطينيين نفسهم. ففي صراع، كنا زمان بنتكلم على السلاح والنهارده بنتكلم على نزع السلطة عن حماس. وبعدين نحن نعتقد انه في انه حماس فيها ناس كويسين، قالوا انه في نضاف، قال فيهم ناس كلين كلمته سماهم كده، وانه هؤلاء الناس سوف يصطدموا مع غيرهم الحركات لانه اللي قبلهم لن يمكنوهم من تحقيق ما يتصوروا انه قدروا يحققوه. هذا مع العلم ان انا بعتقد انه قادة حماس ما عندهمش، ما هو ماشي عارفين بالظبط ما الذي كان يمكن ان يوجهوه، لكنه هنا انا بعتقد ان اسرائيل بتراهن على نزاع بين السلطة وبين حكومة حماس، وانه في هذه الفترة الفلسطينيين داخلين في اقتتال، وما نجحوا ما لم ينجحوا انه يعملوه في السلاح في نزع السلاح ممكن قوي يعملوه في نزع السلطة عن الحكومة. فنحن انا بعتقد اسرائيل لن تفعل شيء، هتسيب الوضع في فلسطين بالطريقة، لكنها محتفظة لنفسها، وهو ده اللي بوريه شكل معه القادم من اول اللي حصل مع احمد سعدات في 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 اريحة لغاية الضرب المنتظم في غزة. انت بتحاول تجعل الحياة بالنسبة لحكومة حماس غير محتملة، وبالتالي بتدي فرصة للآخرين اللي سابقي حماس أو معارضي حماس فرصة أيضا يقول لم تنجح التجربة. ولكن أنا بعتقد أنه وأنا خايف جدا على تجربة حماس، لا أخفيك، لأنه تجربة حماس فيها قدر كبير جدا من إذا حبيت تقول البراءة، إذا حبيت تقول من البعد عن حقائق السياسة الدولية. وأنا بعض أصدقاء ومنهم وزير خارجية حماس قال لي إن أنا فدا يمكن أكون أحد منهم بيعرفهم،
وان انا في كلامي بدا انه انا بقول مره انه وكانهم ما يعرفوش العالم الخارجي. واقع الامر انا بقول بيعرفوا، لكن لا يعلموا اتصور حتى هذه اللحظه حجم ما كان ينتظرهم. يعني انا مثلا انا ملفته قوي انه يقولوا هنروح الصين، فالصين تقول لا احنا مش جاهزين. عي اللي بيغيب عن حماس ايه؟ مرات بيغيب عننا ان قوه اي حماس حركه صغيره، لكن قوتها تكمن في ايه؟ قوتها تكمن في جماهير حواليها اللي انتخبت، قوتها تكمن في جوار حواليها يساعدها، قوتها تكمن في قدرتها على نقل قضيتها الاخلاقيه الى العالم بالاعلام. في كل هذا هي مضيق عليها. بتروح الصين، لكن كل طرف دولي انت بتروح له لابد ان يقيسك من انت في موقعك. ما فيش حد، احنا لا نستطيع ان نذهب لاحد لكي نعرض عليه قضيه لا بعدالتها ولا بانه شعرنا عينينا زرق وشعرنا اصفر، يعني ما ينفعش. فانت بتروح تعرض قضاياك مش بعدالتها لكن بما يسندها من حقائق قوه. مشكله حماس انها جايه في ظرف الوضع العربي، في وضع في الاقليم زي ما حكيت لك، الوضع الدولي زي ما حكيت لك، اهمالنا لمجتمع الدول. معقول اوروبا النهارده لما تيجي تقول لي انا مش هتعامل مع حماس، اوروبا في واقع مش بترد على حماس، بترد على خيبه عربيه في الرهان الكامل على امريكا واهمال اوروبا. ما فيش حد بيجي، الدول لما تيجي تعمل حساباتها والامبراطوريات ما بتعملش حساباتها، لا تعمل حساباتها بالتجزئه، بتعمل حساباتها بالجمله، بتتكلم على استراتيجيز ما بتتكلمش. وبالتالي فحماس ضمن الصوره اللي احنا اتكلمنا عليها دي في هذا العالم اللي بقى عامل زي رجل العالم المريض في هذه المنطقه. هناك من يعتقد بان ربما تكون اسرائيل في وضع من اروع ما يكون، بمعنى انها كانت دائما تقول بانه لا يوجد شريك، وكان البعض يناقشها في ذلك. الان جاءت حركه توصف بالإرهابية لدى الأمريكيين ولدى الأوروبيين، هذا أعفى إسرائيل من محاولة التقدم أو تقديم تنازلات أو التعاطي مع الموضوع. يعني هل هذا الوضع هو وضع مريح لإسرائيل؟ شوف هقول حاجة، أول حاجة إنه هذا الوضع إنه ليس هناك شريك، هذه سياسة معتمدة حتى مع عرفات. عرفات قدم لإسرائيل أكبر حاجة ممكنة متصورة لما راح اعترف بإسرائيل، وأنا كنت بحاول أترجاه بلاش ده، وانا بعتقد انه اعترافه باسرائيل انهى دوره تماما حتى على الوجود الانساني، حتى في الحياه خلاص بعد كده بقى عقبه لانه هيطالب بثمن الاعتراف. لكن عايز اقول انه اسرائيل لما تيجي تقول ايه؟ شريك او مش شريك؟ هل سؤال اصلي، هل اسرائيل ترغب في التفاوض مع طرف فلسطيني؟ اسرائيل لا ترغب اساسا في التفاوض مع طرف فلسطيني، سواء كانت المنظمه في وقت ياسر عرفات او السلطه في وقت عباس او حكومه صحيح في وقت حماس، فاسرائيل لا ترغب. الوضع بقى بتقول لي مريح ولا مش مريح؟ عايز اقول لك انه مش مريح. وضع اسرائيل مش مريح، وحاجه اظن لابد ان نتنبه لها. طالما ليس هناك تطبيع مع العالم العربي، فاسرائيل في وضع غير مريح. طالما اسرائيل الامن، عايز اقول لك ان الامن مرات الامن لا يتعلق وقاعد في اوضه وقافل عليا وانا مطمئن ما حدش هيجي لي. إذا توجست من جواري في عنصر في العقلية الإسرائيلية، لعلمك أنا عمري ما شفت إسرائيلي، ما عادش معهم أبدا، شفت اتفرجت عليهم من بعيد، لكنه من ناحية مبدئية، من ناحية رمزية حتى، وأنا عارف إنه ممكن حد يقول لي والله ده دونكي خاطك، ده عملية، لكن أنا من ناحية مبدئية ومن ناحية رمزية أنا ماليش دعوة بيهم. لكنه أنا بتابع أنا بقرأ الصحافة الإسرائيلية يوميا، بتابعها بطريقة والله مرات بزعل، لانه انا عارف ان جولدا مايير مره يوم في مع كرايسكي في النمسا في مؤتمر قالت له انا بقرا هيكل عليا بقراه بايبليكالي، لانه عارفه انه بيعبر عن عبد الناصر. كنا عندنا من القوه ما يجعلهم يهتموا انهم يشوفوا احنا بنقول ايه. انا النهارده مع الاسف الشديد بقرا الصحافه الاسرائيليه كلها بايبليكالي كما لو كانت كتابه مقدسه، لان عايز اعرف بيفكروا فيها. هؤلاء ناس ليس في مقدورك ان تطمئنهم باي شيء، لانه هو يعلم انه موجود في مكان غريب، موجود في اقليم غريب عليه، موجود في حواليه بحر بشري. لن تستطيع ان تعطي لاسرائيل عربيا اي قدر من الطمانينه يجعلها ترتاح اليك الا اذا اديتها سيطره كامله على كل مقدراتك.
يا راجل هو معقول بعد اللي عمله الرئيس السادات في طمأنة إسرائيل لما كيسنجر قال له 70% من المشكلة نفسي إن إسرائيل لا تستريح، فالراجل خد بعضه وراح لإسرائيل وهو معتقد إنه 70% حاجز نفسي، وأراد أن يكسره بضربة دراما. وفشل، والكارثة الكبرى إنه هذا الرجل الذي أعطى كل شيء ترك في الهواء، ترك ما. وبعدين أنا بعتقد إنه بيجن اللي مشت جنازته كان أحد القتلة، أحد المحرضين، مش تحريض مباشر، لكن أحد الأسباب، لأنه لم يعطيه شيئا. حرام. كثيرون يعتقدون بأن فشل حماس يعني في النهاية انهيار السلطة، وهناك حتى من يدعو من الآن إلى حل السلطة وجعل هذه الأراضي الفلسطينية تحت وصاية دولية ولتتحمل إسرائيل مسؤوليتها كسلطة احتلال، لأن من بين عيوب المرحلة الماضية وخاصة بعد أوسلو أن الفلسطينيين أعفوا إسرائيل من هذا الوضع، وضع من تكاليف الاحتلال، دولة محتلة بلا تكاليف، أرخص احتلال في الدنيا. هل تعتقدون بأن فشل حماس يعني بالضرورة حل السلطة؟ أنا ما بقولش فشل حماس، لكن أنا اللي خايف منه هو إيه؟ إذا نظرت إلى حماس كنقطة وحدها وسط هذا الحصار فهي فاشلة، لكن إذا تيقظ محيط حماس أو محيط فلسطين إلى آخر نفس في القضية الفلسطينية في هذه المرحلة وحاول أن يساعد يمكن تتغير أشياء. لكن عايز أقول إنه حماس جاية في لحظة هي مأخوذة بالتصويت الشعبي، لكن أنا من اللحظة الأولى مع الأسف الشديد قلت لزعماها، قلت لهم أنا أخشى أنكم دخلتم في أكبر مأزق، أنتوا دخلتوا فيه هو ثقة الشعب الفلسطيني، لكن الشعب الفلسطيني في لحظة يأس اداكوا هذا التفويض، لكنه الكارثة الكبرى أنه العالم العربي والمحيط والعالم الدولي والمنطقة كلها لا تعطيك فرصة لكي تستعمل هذا التفويض. فإذا فشلت حماس فهي مش مسؤولة عن فشل حقيقة، يعني هي جزء من حالة عامة اللي هي رجل العالم المريض اللي كنا بنتكلم في الأول. ولكن هل هي تعيش الآن في ورطة؟ يعني هل هي متورطة، بمعنى أن هي دخلت معادلة لم تكن مهيئة لها؟ هي كانت عبارة عن قوة إن صح التعبير تتحرك في الحديقة خارج البيت، وكانت قوة استراتيجية نضالية، الآن دخلت هذا البيت ولكنها غير مستعدة لقواعد اللعبة داخل هذا البيت. هل هناك أزمة هيكلية أو استراتيجية؟ هي كل اللي انت بتقوله ده صحيح، لكنه انا اللي عايز، بس النقطة اللي عايز اقولها انه حماس اخذت هذا التفويض المشرف في لحظة غير مشرفة في تاريخ العالم العربي، وبالتالي فهي حتى لو افترضت انه عندها كل الاخلاص وعندها كل البراءة وعندها كل الرغبة ورغبة في التضحية والى اخره، فانت قدام معادلة قوة تكاد تكون مستحيلة، معادلة حياة تقريبا غير مستحيلة. يا راجل اللي حاصل قدامي، لا تستطيع الوضع اللي كنا موجودين، لا تستطيع ان تدفع مرتبات، لا تستطيع ان تاكل، ما تلاقيش رغيف عيش، ما تلاقيش، في مشكلة مقبلة على الشعب الفلسطيني، وفي رغبة في محاولة هذه اللحظة لتصفية كل بقايا، لأنه في تصور أن لحظة مناسبة تصفية كل بقايا المقاومة في العالم العربي، وهذا ده دور إسرائيل. إسرائيل ترى أن المشروع الإمبراطوري تعب، الأمريكي تعب في العراق أو تعثر في العراق، فهي بتتصور أنه على حال فترة هذا التعثر، مع إسرائيل مدركة إن ما تراه في العالم العربي أو تطرحه أو في العالم كله النهاردة ما هوش قواعد جديدة للعبة، لكن في بعد 11 سبتمبر في العالم كله بقت، والسياسة الأمريكية بالتحديد، تحركها ما يمكن أن تسميه مود، ما يمكن أن تسميه حالة مزاجية، لأنه ما حدش راسم قواعد للعمل في هذه اللحظة الخطرة في العالم واللي فيها مشروع إمبراطوري جاي له السيادة على العالم وتعثر. فإسرائيل تدرك أنه لما أمريكا هناك مشغولة في العراق كده، طيب علينا إحنا على الأقل نعمل في حوالينا، فنصفي بؤرة حزب الله ونصفي بؤرة حماس. يعني لا يمكن أن ننهي اللقاء أستاذ هيكل دون كلمة عن مصر، يعني ما الذي يمكن أن يقال؟ ما الذي يمكن أن يقال؟ أو ما الذي يمكن أن لا يقال؟ لا هقول لك حاجة، أنا
كنت راغب ما تتكلمش في موضوع مصر، لكن انت وانت بتتكلم على مصر انا هفتكر لك بيت شعر بيقول ايه: لعمرك ما ضاقت بلاد باهلها ولكن احلام الرجال تضيق. خلاص، شكرا جزيلا استاذ هيكل. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه الخاصه من برنامج مع هيكل، بدايه من الاسبوع المقبل باذن الله سلسله جديده من حلقات برنامج مع هيكل ستكون تحت عنوان الولاده العجيبه.